أول شيء بدي بلش نحن عم نشهد لبنان ما بده اياكم، لبنان بزعكم، لبنان هجرتوا شعبه، هجرتوا خيرة شباب بلاده، ارحلوا ارحلوا لعنكم التاريخ الله يلعنكم. اللي حاكميننا واللي بتحاكمين فينا واللي عم يموتونا قررنا انه ايه خلص وببلو با الوضع لا يطاق ولا داعي للهلع. ايه لا داعي للهلع، نحن منا هلعنين، بس نحن هلا بحب خبره ل شو بقولوا سعادة الوزير ولا عطوف الوزير سماحة ما بعرف شو، بحب نقول له انه ينزل ننزل ينزل معنا نتحدث لنخبره انه وين رايحين نحن، بلا دواء بلا مواد طبيه بلا رياكتيف انه رايحين على جهنم هاي اللي حكيتونا عنها صرنا فيها. رابطة كرامة بالدواء، رابطة كرامة المواطن بالدواء. نعم؟ رابطة كرامة المواطن بالدواء، كرامتك هي الدواء، شو بتقولي للمواطن اليوم؟ خلص وعاء ونزال، وعاء ونزال، لأن صف الحكي هلق ما له معنى. يعني أنا بعرف شغلة، أنا يمكن بعد عندي شيء ممكن أخسره، بس 99% من العالم بطل عنده شيء يخسروه، واللي ما عنده شيء يخسره عنده كل شيء يربحه، فينزل ويتفضل. في مدام حياة أرسلان هوني، مدام حياة تحب تقولي كلمة؟ نحن بحاجة لاستعادة بلدنا، لاستعادة كرامتنا، نحن بحاجة لأنه لبنان يرجع لبين إيدين أبنائه المخلصين، نحن ما بدنا هالتجار هاو، ونحن عارفين كيف بدنا نوصل لمبتغانا، نحن بدنا نضغط لنعمل انتخابات نيابية، وهالانتخابات النيابية تجيب لنا رئيس جمهورية مثل ما نحن بدنا من الرجال يلي بتهمهم مصلحة الوطن ومش مصالحهم الشخصية. نحن خلصنا زبائنية، نحن خلصنا من المحاصصة، ما بيجوز نكمل. إذا الشعب اللبناني قرر إنه يتخلص من هالطبقة السياسية عنده الطريقة وما بقت مطولة، لازم كلنا نحضر حالنا ونكون قد المسؤولية يلي نحنا بدنا ناخدها. يعطيكم العافية. شو أندريه؟ كيفك؟ أنا كمان.